خير يا جماعة، النهاردة هنتكلم على إزاي ممكن نكونكت أو نسيرت أيتمز في databases. إحنا كنا الأسبوع اللي فات شفنا أدي الأبلكيشن على ما نقوم ران واشن نشوفوا آخر حاجة عملناها. إحنا كنا عملنا الأبلكيشن بتاعنا عشان يلود حاجة في الـ database تقدر تعمله next to previous فيها. أهو أو بيعمل بيلدينج، أنا آسف بيتأخر شوية، استنى لغاية لما يخلص البيلد بتاعنا. بس هي الفكرة إن زي ما إحنا اتفقنا، إحنا كتبنا أبلكيشن بيقرا من داتابيس، آدي الكود بتاع القراية من الداتابيس لو فاكرين. نراجع مع بعض تاني. كنا أول حاجة بنعملها بن create a connection string للفايل بتاعي موجود على الهارد ديسك. بعدين بعمل select statement. The select statement كانت بتقرا من ال database اهو. بعدين كنا بن create اهو ال form، معلش انا عملت two screens ف اهي ده ال form ده ال application بتاعنا. نعمل load اقرا من ال database. اهو والنكست اللي احنا كنا عملناها الاسبوع اللي فات لو انت فاكرين. طيب اللي انا عملته الاسبوع ده، انا ضفت اد فانكشن اسمها اد، تسمح لي اخد التكست بوكس ده واحطه في الداتا بيز. طيب زي ما كنا اتفقنا مع بعض لسه انا براجع معاكم، يبقى اول حاجه بنعمل كونكشن سترينج، وفي الكونكشن سترينج دي بنحط اللوكيشن بتاع الفايل او تيست دوت اكسس دي بي اللي فيها الـ database اللي أنا عايز أقراها. كنت بعمل selection statement اللي هو الـ SQL لو أنت فاكر. ده الـ SQL كنت عايز أعمله execute على الـ database. بعد كده بـ create a connection بالـ connection string. أفتح الـ connection. أعمل OLDB command. فيها الـ SQL statement والـ connection نفسها بربطهم ببعض. كده بعمل OLTP reader لو كنت عايز اقرا معلومات، وعمل execute command او execute reader هيقرا الانفورميشن ويحط لي الانفورميشن في الريدر. تقريبا نفس الستبس اللي هتبقى موجوده عندي بالنسبه للفانكشن بتاع الاد. اهو دبل كليك على الاد عشان نشوف الكود اللي موجود عندي. يعني برضه هكريت الكونكشن string اللي هو فيها المكان اللي فيه الفايل، وبعد كده بكتب ال SQL اللي بيضيف حاجة في ال database. ال SQL اللي بيضيف حاجة في ال database أمر اسمه insert. كنت بقرا لو انتوا فاكرين كنت بعمل select اللي هو ده أهو select ده كان بيقرا. عشان أحط في ال table في ال database أنا بستخدم insert. كده بكتب قصاد insert يعني دخل into، وبكتب اسم ال table اللي أنا بتعامل معاه. لو انتوا فاكرين أنا بتعامل مع table اسمه AST في ال database، ده اللي فيه المعلومات بتاعت الطلبة. طيب بعد كده لازم اختار any rows any columns، انا اسف جدا، any خانات جوه التيبل هحط فيها قيم. For example هنا انا اخترت احط القيم بتاعت student name student id GPA اللي هم entries او خانات جوه التيبل اللي موجود عندي. هنا بقول له insert يعني دخل جوه التيبل اللي اسمه AST ثلاث قيم. اول قيمه تتحط في ال student name، ال column اللي اسمه student name. تاني قيمة تتحط في column اللي اسمه student ID، وآخر قيمة تتحط في column اللي اسمه GPA. بعدين لازم أقول له إيه هي القيم، يعني هنا بقول له يتحطها فين، لازم أقول له القيم نفسها فين. There are multiple ways to do this. واحدة منها اللي أنا استخدمتها هنا بكتب values، بعد كده أقول له first value, second value, third value، شايف أديها عملية ال at، ده place holder. ده مكان انا بقول له كده اقول اسمها first value، واجي بعدين في الكود نفسه احط القيمه. او كنت ممكن اعمل هنا concatenate للقيمه اللي انا عايزها. يعني انت لو عايز تجيب القيمه تجيبها من التكست بوكس، انت ممكن تكتب حاجه زي كده. قلنا كان هنقل الكود ده. هنقله. اهو. Ctrl C. ده ممكن كنت تعمله كده. انا هكومنت ات اوت طبعا عشان انا استخدمت الطريقه الاولى، بس you could also do this. بدل ما تحط first value second value، انت ممكن تيجي هنا وتعمل concatenate. ازاي تعمل concatenate؟ هتقوم فاتح دي، شايف؟
تقفل هنا السترينج الاولاني بلس اسم الحاجه اللي عايز ادخلها. مثلا لو عايز ادخل حاجه من تكست بوكس 1 بقول له تكست بوكس 1 dot text. نقفل البراكتس بلس نكمل البراكتس كده هتكونكاتينيت على السترينج اللي موجود عندك الحته دي مفيش هنا براكتس هتكونكاتينيت على السترينج بتاعك الحته دي اللي هو القيمه الموجوده فين في text box 1. You could do this, you could use this technique أو تحط placeholder يعني مكان يهولد variable يهولد المكان يحدد المكان أو first valuable value second value third value ممكن تسميها x y z. المهم ان يبقى في اسم مسمى لاول خانه مسمى لثاني خانه مسمى لثالث خانه دول المسميات دول هو اللي هحط فيها القيمه اللي هتتخزن في الداتا. بعدين بكريت او ال دي بي كمان زي ما انا بكريت كوماند عادي في الداتا بيس كنا شفناها دي قبل كده في الاس كيو ال كوماند والكونكشن كده عملت الكوماند بتاعي وبعدين ابتدي كنت المفروض اكسكيوت الكوماند بالشكل ده فاكرين اهو هنا بعد ما كريت كوماند باكسكيوتها انا هنا قبل ما اكسكيوتها هستاذنكم محتاج اعمل حاجه واحده محتاج احط قيم في البليس هولدرز اللي انا عملتها. الكوماند ده في حاجه اسمها بارامترز اد ويل فاليو اد ويل فاليو بتضيف قيمه للبارامتر اللي انا عايزه هنا قلت له اه فيرست فاليو اللي هو البارامتر ده حط فيه تكست بوكس 1 دوت تكست ده حط فيه تكست بوكس 2 دوت تكست ده حط فيه تكست بوكس 3 دوت تكست زي ما انا قلت لك you could have done it هنا بالconcatenation. انا وريت كارت كده ما اعرفش بحسها شكلها كينر بس الطريقه اللي تريحك. طيب بعد كده انت لو شفت وانا باكسكيوت الكوماند هنا انا كنت بحط النتيجه في ريدر كنت بقول له اكسكيوت ريدر لكن هنا انا مش عايز اكسكيوت ريدر انا عايز انفذ الكوماند على الداتا بيس بدون ما ترجع لي حاجه. بنسمي الامر اللي بيعمل لي كده اكسكيوت نون كويري. كويري يعني حاجه بترجع. نون كويري يعني نفذ على الداتا بيس وخلاص. انا هنفذ على الداتا بيس وخلاص. طب هنفذ ايه؟ هنفذ ان انا هضيف القيم اللي موجوده على التكست بوكسز دول ثلاثه تكست بوكسز دول هضيفهم احطهم جوه الداتا بيس بتاعتي هيضافوا على الداتا بيس بتاعتي. اوكي؟ وبعد كده في الاخر بقول له ان انا خلاص عملت انسرت الداتا. تعالى نعمل لها رن ونبص مع بعض نحط حاجه عشان نشوف الكود بتاعنا بيشتغل ولا لا. انا شغال على شاشتين فمعلش او هسحب من الشاشه الثانيه الحاجه بتاعتي. اوكي ليتس اسوم ان انا دلوقتي هدخلها نحط مثلا طالب جديد او طالبه جديده اسمها يارا مثلا عشان تبقى حاجه مختلفه عن الموجودين والاي دي مثلا اي حاجه والجي بي اي مثلا 7 اهو يارا طالبه شاطره. ادوس على اد هي ادت في الداتا بيس وفي الاخر المفروض يطلع لي مسج ان هو عمل انسرت او انسرتد انتو داتا بيس كده خلاص اتحطت في الداتا بيس. انا لو قفلتها وجيت افتح الداتا بيس بتاعتي تعالى نفتح الداتا بيس بتاعتنا برضو انا حاططها على شاشه ثانيه هفتحها شاشه ثانيه واعمل لها دراج قصادك اهي بفتح الاوفيس دلوقتي الاكسس انا شغال على شاشه ثانيه يا جماعه يعني دي اهي ده الفايل عشان بس ما تفتكرش انا بعمل حاجه من اهي ده الفايل كنت انا بس بفتحه بدبل كليك عليه رجعها على الشاشه الثانيه بتاعتنا وادي الداتا بيز ادي الداتا بيز اللي موجود عندي اهو بصوا ضافت يارا هي يارا ده الحاجات اللي كنت بلعب بيها قبل ما اديلكم المحاضره ادي دي يارا ضافت اهي ضافت الستودنت اي دي والستودنت نيم والجي بي ما حطيتش فون عشان مش حاططها انا في الاس كيو ال بتاعتي. اي هوب ان هي سهله واضحه بالنسبه لكم. تاني بعتذر لكم عارف ان دي مش محاضره ان شاء الله الاسبوع الجاي هدي لكم محاضره كامله واضيف لكم وقت زياده نختار وقت تاني لو انتوا عايزين. I'm very sorry بس انا في meetings continuous انا خطفت الوقت ده عشان اعمل لكم البرزنتيشن دي هدخل في ماراثون ميتنج عشان نحدد هنعمل ايه في الفاينلز بتاعتكم. تمام شكرا شباب stay safe وان شاء الله اقابلكم في المحاضره الجايه نتناقش على كل حاجه ويا رب وقتها اكون قادر اقول لكم ايه اللي هيحصل في الفاينلز.